عاده رمضان في المهجر يحكي السيد مصطفى المقيم ببلجيكا عن اجواء شهر رمضان في المهجر ويرى ان هذا الشهر الفضيل تتجدد فيه فرحه المهاجرين المغاربه يتبادلون التهاني والافراح بقدومه حيث تجتمع الاسر لتعوض فقدان الاهل والم الغربه ان اكثر اللحظات بهجه لدى الكثيرين منهم هي ساعه الافطار الافطار المشترك الذي يجمعهم بمسلمين من دول مختلفه حول مائده واحده ويضيف مصطفى قائلا تعودت مع افراد اسرتي على تنظيم مائده افطار الصائم كل سنه في مدينه بروكسل نعد ما تتطلبه المائده الرمضانيه من ماكولات متنوعه تفتح شهيه الصائم كما هي عليه حاله تزيين المائده المغربيه نسعى لان نوفر للصائمين بعضا من اجواء رمضان في المغرب ونخفف عنهم عناء اعداد وجبه الفطور ونوفر لهم الظروف المناسبه لاداء صلاه التراويح فالحياه في بلاد الغربه تختلف عنها في بلدنا الحبيب المغرب ويسترسل قائلا تنتهي وجبات الافطار الجماعي في الغالب باحاديث عن الحنين الى الوطن وعن عظمه رمضان بين الاهل والاحباب هذه اللحظات في الحقيقه فسحه للتعرف على تقاليد وعادات من مختلف البلدان الاسلاميه فالمسلمون المغتربون اشد حرصا على التازر والالتحام في رمضان اكثر من الشهور الاخرى يحققون بذلك احدى اسمى مقاصد الدين الاسلامي ختم مصطفى كلامه قائلا نقوم بهذا العمل التطوعي لفائده جاليتنا المغربيه وغيرها من الجاليات الاسلاميه خاصه ان مواقيت العمل الرمضانيه لا تراعي احتياجات الصائم نحن سعداء بهذا العمل التطوعي الذي نسعى من خلاله الى ربط علاقات التواصل بين المغاربه خاصه وبينهم وبين الجاليه المسلمه عامه اعتقد اننا نقدم من خلال مائده افطار الصائم صوره حضاريه عن المسلمين المغاربه وغير المغاربه في تالفهم وتازرهم واندماجهم في بلاد الغربه دون المساس بالنظام العام